فهذا حكي ركان للمحامي. وهذا حاكم من 17 يوم بزيد ولا كيف؟ أول يزيد. Rakan appeared before the military court four times. Each time the prosecution tried to postpone the hearing to avoid the requirement under Military Order 132, which states that children under 14 can only be detained for 6 months. By this continual postponing, the prosecution tried to delay proceedings until Rakan reached 14. أكثر شيء بيحرجني الطفل لما يقول لي وين بدي أروح، وأنا كمان بحس إنه إيدي مربطات، مش قادر يعني أجاوب الطفل، مش قادر أتعامل معه باللي هو بده إياه. فأنا بعرف إني أمام محكمة صورية، أمام محكمة ظالمة، وبالتالي الهمش بتحرك فيه أنا. يعني إذا ممكن بدي أخذ 3 أشهر ممكن أعمل له شهرين، بس ما بقدر أعمل له أقل من هيك أو أحسن من هيك. أنا بحس إنه إيدي مربطات، مش قادر أفيده رغم إني أنا جاي بالنسبة له كل إشي. بس تسلموش ماشي. علي أنا تبكي. ما خلونا نسلم عليه ولا خلونا نسلم عليه. سلم عليه خلص. أول مرة سلم عليه. شو سلم عليه؟ مشيتي وخلص. يعني الليل كله أكثر نوم إلي ربع ساعة، لأنه بصور بين عيوني عند الأكل بشوفه، عند النوم بشوفه. يعني طول النهار هو بين نظري. كيف ما استقبله؟ يعني لو مات تقول لا حول ولا إرادة الله. أما لما تشوفه ذليل وما بسوي له شيء. هاي الحياة تعيسة. يعني اللي تحاسب نفسك وتزهق نفسك وتزهق روحك وتكره الدنيا كلها وما فيها. الله يعطيك العافية. الله يريحك.
الدخان هاي ما دخل انا. ما هو صادق يا وش. طب اطلع اطلع اطلع. الحمد لله. انا مفاجئ الحمد لله. وهناك اشترينا الحلو وسويت الكركات عينه ولا كنت والله عينه. خالد يسلم عليك وطارق يسلم عليك والبوسيلي يا من هون ومن هون. بس خالد هذا بس شف يحتاج ما دخان والله صحيح. شم ريحه الدخان انت؟ دخان لا والله ما نحشم شم عطر. أول ما جيت شلحونا واعية كلياتن خلوا علي بس الكلسون، وفي جاب آلة تكشف معادن أو إشي صار مشيها جلدي. شو يعني دحط بجلدي معادن؟ قعدت فحص يوم 13 يوم. قضيت إني أنا 13 يوم هذول كلياتن في الزنزانة بالمرة، يعني في اليوم حتى الحمام بيطلعوني مرة واحدة فيش غيرها الساعة 10 في الليل. يسأل بي أسئلة وهددوني كثير، يعني أنهم يهدوا بيتنا يعتقلوا أبوي وإخواني وأمي. يعني أنا يعني خفت كثير هذيك الساعة. حاولت أمتحر كيف أكلك، بلعت شفرة براية هذه أخذوني على المستشفى ميتة. بعدين حاولت أشنق حالي زي شرشف تاع فرشة، ربطت في الشيف. كيف الواحد قاعد بين أربع حيطان غرفة قد شو اسمه. دخلت أبوي يعني بحبنا إحنا كتير، بخاف علينا كتير، بس الحين حسيته أكتر إشي خايف علي. يعني وين واروح يعني بتركني استحالي. بس انا بدي اسالك اذا في مجال ننزل مع فداء على وين اعتقلوها. بقدرش انا بقدرش. ليه؟ بقدرش انا مش بقدرش اقول لك يعني ليش لا ولا بحكيت لك غير كذا. حسين علي بقفتان في سنتين ونص إذا مسكوني ممنوع دخول المنطقة اللي اعتقلوني فيها، ممنوع الدخول فيها إذا مسكوني بعتقلون رجعنا السجن كمان مرة. Rakan was lucky to have been released so soon. Both he and Fida were arrested for more serious offences, but their experience of isolation and physical and psychological abuse is consistently echoed in the testimonies of the hundreds of other Palestinian children who remain in Israeli detention.